يسأل عن حكم استئجار الرحم، يقول يعني مني الرجل مع بويضة المرأة ويزرع في رحم. أخي الفاضل، هذه مسألة مطروحة عند الفقهاء المعاصرين، والصحيح من أقوالهم بأنه لا يجوز استئجار الرحم، وعلى الإنسان أن يرضى بقدر الله، فإما أن يستعمل الأشياء الطبيعية الشرعية، وإما أن لا يلجأ إلى مثل هذه الأشياء التي محل شبهة، لأن جانب العرض وجانب الأنساب مهم في الشريعة، ولذلك الشريعة تمنع كل ما من شأنه أن يدخل على مثل هذه المسألة بشيء من الشبهة.